بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ الآن محاضرتنا في نظرية مهمة. هاي النظرية بتقول ما يلي: إذا كان عندي جراف جي لازم يكون عندي مجموع الديجريز لكل الفيرتسيز يساوي 2 مضروب في، هاي الإشارة معناها عدد العناصر داخل الكوليكشن اوف ايدجز اوف جي، يعني اللي هو السايز. احنا عرفنا سابقا هو السايز، سايز الجي يعني عبارة المجموع الديجريز يساوي 2 ضرب سايز الجي. خلينا نشوف الآن مثال مع بعض. هاي عندي جراف جي، طلع هذا الجراف مكون من 4 فيرتسيز، هي X Y Z W، 4 رؤوس. خلينا نحسب أنا وياكم المجموع الديجريز لكل الرؤوس. إذن هو عبارة عن ديجري X زائد ديجري Y زائد ديجري Z زائد ديجري W. ديجري X يساوي 1، ديجري الواي اي عدد العناصر داخل نيبرهود لواي هم 3 اللي هو الاكس والواي والدبليو. اذا بكون الديجري، بكون عند الديجري للواي يساوي 3، والديجري لزد تساوي 2، والديجري للدبليو تساوي 2. اجمعهم، اجمع كل الديجريز مجموعهم بيطلع قديش الجواب عندي؟ 8. لاحظ الآن بهذا المثال أنا حسبت يدوي كل الديجريز، بعدين أوجدت مجموعهم. الآن بإمكاني أستخدم النظرية، بإمكاني أن أستخدم النظرية السابقة اللي بتطلع لي المجموع الديجريز. شو كانت النظرية السابقة؟ نطلع عليها مرة ثانية. هي النظرية مجموع الديجريز يساوي 2 ضرب عدد العناصر داخل الـ E of G. خلينا نشوف الآن لو بدي أحسب الـ E of G لهذا الجراف، قديش بكون عند الـ E of G؟ الـ E of G هو عبارة عن هذا الضلع الأول، هي XY هي 1، والضلع YZ 2، والضلع ZW هي صاروا 3، وآخر ضلع WY. إذن E of G تحتوي على 4 أضلاع. إذن بهاي الحالة بكون E of G يساوي 4، E of G يساوي 4، وبهاي الحالة بكون عندي مجموع الديجريز يساوي 2 ضرب 4 ويساوي 8. راح أطلع على نفس الجواب باستخدام الطريقتين. هاي الطريقة كانت إني أوجد كل المجموع، وهي كانت الطريقة أن أطلع على مجموع الديجريز باستخدام النظرية. سؤال الآن ممكن ينطرح علي الآن: هل يوجد جراف of order 5؟ شو معنى of order 5؟ الجراف of order 5 يعني يكون فيه 5 رؤوس، such that all its degrees degree of order 3. الآن هل يوجد عندي جراف مكون من 5 رؤوس والديجري لكل رأس يساوي 3؟ يعني الرؤوس متساوية في الأوردر، جميع الرؤوس إلهم الأوردر 3. خلينا نشوف الجواب. أقول له نو، السبب إذا بدي أجمع الديجريز، اجمع الآن الديجريز، عندي 5 رؤوس والديجري لكل رأس 5، إذا بهي الحالة مجموع الديجريز شو بكون عندي؟ 3 زائد 3 زائد 3 زائد 3 زائد 3، يعني 5 في 3 ويساوي 15. الآن لاحظ طلع عندي مجموع الرؤوس 15. الآن بتوقف، هل يمكن أن يطلع عندي مجموع الرؤوس، يطلع عندي عدد فردي؟ الآن حسب النظرية،
حسب النظرية في بداية المحاضرة قلنا هو مجموع، هاي قلنا مجموع الديجريز يساوي 2 ضرب قيمة، 2 ضرب قيمة، هذا معناها إنه لازم يكون عندي عدد زوجي. إذا إذا كان عندي جراف لازم يكون مجموع الديجريز يساوي عدد زوجي، لأنه هذا العدد من مضاعفات 2. لكن الآن إذا بفترض إنه عندي جراف، عندي جراف مكون من 5 رؤوس والديجري لكل رأس 3، هذا معناها إنه عندي مجموع الديجريز يساوي 15. بهاي الحالة طلع عندي جراف، طلع عندي جراف مجموع الديجريز إله فردي، إذا contradiction. بهاي الحالة بقول لا، مستحيل يكون عندي جراف بهاي المواصفات. إذا مستحيل إني أقدر أكون جراف من 5 رؤوس ويكون عندي الأوردر لكل رأس 3، مستحيل. طيب خلينا نشوف الآن، خلينا نشوف كيف نتعلم كيف نحسب اللوب، نحسب الأوردر لرأس في لوب. إذا أعطاني هي جراف جي، هي الجراف، وطالب مني أوجد الديجري للدبليو، ما فيش عندي لوب هون، وطالب مني أن أوجد الديجري للفي، الفي عندها لوب، وبدي الديجري للزد، هاي الديجري للزد. شوف الآن ديجري للدبليو هون، بتشوف جيران الدبليو اللي هم الزد اليو، وعندي مالتيبل إتش، عندي مالتيبل إتش. إذا بالحال بكون الديجري للدبليو 1 2 3 4. إذا الديجري للدبليو يساوي 4، ولاحظ الأربعة يعني الدبليو ما فيش عنده لوب. خلينا الآن نطلع هون على اللوب، هاي عند الفي. شوف الآن كتاب الديجري بتساوي 3 زائد 2. إذا شوف الآن هي الثلاثة، هاي الثلاثة من وين جبناها؟ منها هاي عندي، هي 1 2 3، هذول الثلاث. الآن اللوب بعتبره عن 2، اللوب بعتبره عن 2، إذا 3 زائد 2 ويساوي 5. الآن باجي للديجري للفي، باجي الآن للديجري الزد، هاي الزد اللي هون الديجري كم إلها؟ دير بالك، وهذا الآن يساوي 1. أول شيء كتبت هون الواحد، ليش؟ لأنه عدد الجيران للزد اللي هو يساوي 1، عدد الجيران ما في إلا دبليو هان جار إله. إذا هاي 1 زائد، في عندي هاي اللوب الأول بعتبره 2، وهي اللوب الثاني كمان بعتبره إيش؟ اللوب 2. إذا بهاي الحالة بكون الديجري للفيرتكس زد يساوي 5. إذا هيك يا جماعة صارت الأمور محسومة بالنسبة لنا، صارت الأمور محسومة بالنسبة لنا، بنقدر نحسب الديجري للفيرتكس إذا كان عنده لوب أو ما فيش عنده لوب. هنشوف الآن if we write the degree of the vertices in non-decreasing order, the resulting list is called the degree sequence of the graph G. طيب الآن بشكل بسيط جدا إيش بقصد بالdegree sequence؟ يا جماعة كالآتي، بحسب الdegree لكل vertex موجود عندي، وبعدين برتبهم، برتبهم إيش؟ تصاعديا. شوف الآن، شوف الآن الديجري سيكونس لهذا الجراف يساوي هاي، هاي ديجري 1 2 3 4. لاحظ الآن ديجري للزد 1، الديجري لليو 2، الديجري لفي تساوي 3، والديجري للدبليو تساوي 4.
إذا بهذه الحالة degree sequence هي عبارة عن 1 2 3 4. الآن خلينا نأخذ مثال آخر. طيب الآن خلينا نشوف إن مثال آخر في عندي هذا الجراف. خلينا نشوف مع بعض. هي عندي جراف. كان نحسب الآن الديجري لكل رأس فيهم. اليو هون ديجري له 2، الديجري للزد 5، الديجري للدبليو 4، والديجري للفي 5. إذا شو بكون بهي الحالة الديجري سيكونس هو عبارة عن 2 4 5 5. لاحظ ممكن يكون عندي ورا بعض، يعني بس ما يكون ايش، يعني نكون تنازلي، يعني ممكن تلاقي قيمتين متساويات عادي، عشان قلنا نون ديكريسينج. الآن خلينا نتعرف على مفهوم جديد مهم بالنسبة لنا، متى نسمي الجراف ريجولار. خلينا نشوف الآن الديفينيشن. وي سي ذات The graph is regular if all the vertices of G have the same degree. الآن إذا كان عندي جراف وحسبت الأوردر لجميع الرؤوس وطلعوا جميع الرؤوس إلهم نفس العدد من الأوردر، بهاي الحالة بسمي الـ G regular of degree 2، أو بعض الأحيان نكتبها 2 regular، أو عفوا R regular graph. خلينا نشوف الآن أمثلة. نبدأ الآن بالأمثلة. شوف هذا الجراف الأول، الديجري للواحد صفر، الديجري للاثنين صفر، الديجري للثلاثة صفر، والأربعة الديجري إلها صفر، والخمسة الديجري إلها صفر. لاحظ الآن هاي عندي جراف مكون من 5 رؤوس، الديجري لكل رأس فيهم إيش؟ صفر. إذا هذا الجراف شو بسميه؟ ريجولار of degree 0، أو بقول 0 degree graph. نيجي الآن إلى مثال آخر. هي جي، هذا مثال آخر. إذا بتلاحظ الآن الديجري للـ A والـ B والـ C والـ D 1 في جميع الحالات. إذا بهي الحالة بقول هذا الجراف regular of degree 1، أو ممكن واحد يقول هذا 1 regular جراف. طيب نشوف الآن للجراف الثالث اللي هون. لاحظ الآن الديجري لليو، هذا لوب يا جماعة، ديجري لليو 2، والديجري لليو 2، والديجري للفي 2. إذا هذا الجراف عبارة عن ريجولار، جميع الرؤوس لهم الديجري 2. إذا هذا شو بسميه؟ ريجولار of degree 2، أو بقول 2 regular graph. شوف الآن هذا الجراف. شوف الديجري للـ E 2 للـ A 2. لاحظ الآن هذا الجراف الديجري لكل فيرتكس يساوي 2، إذا هذا بكون regular of degree 2. طلع هون الديجري لكل فيرتكس يساوي 3، الديجري لكل فيرتكس يساوي 3، إذا هذا عبارة عن regular of degree 3. هون نفس الإشي، الديجري لكل رأس يساوي 3، إذا هذا regular. نشوف كمان مثالين على regular graphs. شوف هذا عندي 5 رؤوس، رأسين 3 4 5، هي 5 رؤوس، الديجري لكل واحد فيهم 4. شوف الديجري لل A 4، الديجري لل E 4، والديجري لل D 4، والديجري لل C كمان 4، وآخر إيش الديجري لل B 4. إذا هذا عبارة عن regular graph of degree 4. المثال الأخير هي عبارة عن 6 رؤوس، مش 5 زي المثال اللي قبله، هذا 5 رؤوس، هذا 6 رؤوس،
الديجري لكل فيرتكس يساوي 4. إذا هذا عبارة عن 4 regular graph. Note that في عندي ملاحظتين. In any graph, the number of vertices of odd degree is even. The vertices of all. The number of vertices of odd degree is even. هاي الملاحظة الأولى. بخلاف ذلك. بخلاف ذلك. لو كان the number of vertices of odd degree. كان odd بيطلع مجموع الـ edges يساوي odd number وما بزبطش معنا ما بتكونش graph. طيب الآن إذا كان عندي fg is a graph which has n vertices يعني الـ order إلو n وكمان كان regular of degree r بهي الحالة then g has exactly نص n r edges. نص n r edges يعني عدد الأضلاع يساوي نص حاصل ضرب n في r. خلينا نأخذ هاي مثال. هاي عندي جراف. لاحظ الآن هذا الجراف هو regular. الديجري لكل vertex يساوي 3 وعندي 6 رؤوس. ال n تساوي 6. النمبر حسب هاي الملاحظة اللي هون النمبر للإدجز لازم يطلع معاي نص إن في آر يعني نص الثلاثة ضرب ستة ويساوي 9. الآن بإمكانك إنك تتأكد إنه في عندي 9 أضلاع بالشكل الأمامي. وهيك بتكون محاضرتنا لهذا اليوم انتهت. الله يعطيكم العافية.